السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة، جالس أراجع عضو الفني في تحميل الشرائح. نحاول نعيد التجربة، لكن إن شاء الله يفتح معنا. إذا ما فتح معنا، إذا ما فتحت الشرائح معنا، أتوقع الجميع عنده الشرائح. أمس نزلت في الموقع أو في المنتدى شرائح المنهج كامل، أتوقع اطلعت عليها. فلو ما فتحت معنا اليوم، ممكن يصير كل واحد يتابع في الشرائح اللي عنده وأنا أشرح من عندي، لكن نحاول نجرب مرة ثانية لعلها تفتح إن شاء الله. طيب، في مشكلة في الصوت، أشوف بعض الطلاب والطالبات يشتكي من انقطاع الصوت. يمكن يكون من نفس المتلقي، يمكن الصوت عندهم واضح من الجهاز أو السماعة، ممكن تكون حل جيد. بس تذكير بالنقاط اللي اتفقنا عليها أمس، ما راح يعني نعيد كل محاضرة نتكلم عن المنهج المطلوب والاختبارات وإلى آخره، فهذه بنخليها في وقت آخر. بس أذكر بأن الشرائح موجودة في المنتدى، والطالب أو الطالب المطالب بالشرائح، وكذلك مطالب ب المادة الصوتية والمرئية المعتمدة من قبل عمادة التعليم الإلكتروني للتعليم عن بعد. فأتمنى أن نكون يعني واضحين في النقطة ولا نرجع نعيد فيها. هذه الشرائح أمامكم. نستذكر بس اللي أخذنا أمس، أخذنا مقدمة في التسويق في البداية. مقدمة في التسويق هذه كانت تكلمنا في عن عناصر المزيج التسويقي، وقلنا أن مفهوم التسويق هو أشمل وأعم كثير من المفاهيم اللي الناس يتكلمون عنها، والناس كانوا يعني كثير من الناس يظن ان التسويق هو مجرد اعلان او بيع شخصي، نادي بيع مثلا وغيرها. لكن اتفقنا امس ان مفهوم التسويق اوسع واشمل، وانه يشمل المنتج والسعر والتوزيع والترويج وبحوث التسويق وسلوك المستهلك وخدمة العملاء والى اخره، من الأشياء اللي تكلمنا عنها أمس. ثم تكلمنا عن التعريف، واعتمدنا تعريف كوتلر، وقلنا كوتلر هو أبرز علماء الإدارة، وهذا هو التعريف المعتمد عندنا للتسويق. ثم تحدثنا عن المفاهيم الجوهرية أو الأساسية للتسويق، قلنا الحاجات والرغبات الطلب المنتجات والتبادل، جرحنا كل واحدة على حدة. اليوم إن شاء الله راح نكمل الفصل الأول أو الوحدة الأولى من مبادئ التسويق، فراح نتكلم إن شاء الله عن مراحل تطور التسويق. العلم، أي علم من العلوم، علم التسويق وغيره من العلوم، يمر بمراحل متطورة، وهذه طبيعة العلوم، أن العلوم من طبيعتها أنها تتطور مع الوقت، بإضافة العلماء، بإضافة المهتمين، بتغيرات السوق. علم التسويق يتأثر بالسوق بشكل كبير جدا، علم أخرى طبعا ما لها علاقة في السوق. فلو تكلمنا عن علم التسويق بالذات يتطور مع الوقت. فلو شفنا التسويق قبل 50 سنة أو 100 سنة مختلف تماما عن التسويق اليوم، وله عدة أسباب فيه، وراح نشرح الأسباب هذه، ليش السوق يتغير، ليش المفاهيم هذه تتغير، وش الأسباب اللي أدت إلى التطور هذا. قسموا العلماء مراحل تطور التسويق إلى 5 مراحل، في بعض الكتب راح تجدها 6 مراحل، في مفهوم سادس غير موجود عندكم هنا في هذا المنهج. تختلف المناهج وتختلف الرؤى والنظرات، بعضهم يعني المفهوم السادس يرى أنه مهم أصلا المفاهيم، المفهوم الخامس تندمج في مرحلة واحدة، بعضهم يراها مرحلة مختلفة إلى آخر. نبدأ بالمرحلة الأولى، أول مرحلة من مراحل التطور التسويقي، هي مرحلة المفهوم الإنتاجي. ومن خلال كلمة مفهوم إنتاجي
يستطيع الواحد أن يتوقع كيف كانت أو كيف كان التسويق في ذاك الوقت. طبعا هذه الفترة كانت تقريبا يعني على 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 بداية الثورة الصناعية قبل نهاية الحرب العالمية الأولى تقريبا. فالمرحلة هذه خلنا نقول كان في تركيز كبير جدا على الإنتاج وخصائص الإنتاج. المنافسة كانت قليلة جدا، وطبيعي إذا كانت المنافسة قليلة فنفترض أن المنطقة الواحدة ما فيها إلا مصنع واحد يصنع سيارات فقط، هذا مصنع وحيد يصنع سيارات، ما في غيره يصنع سيارات. والناس أصلا كانت في صعوبة إنها توصل إنها تطلب مثلا من دول أخرى، ما كان فيه سهولة وصول المواد أو وصول أو التجارة أو تبادل التجاري بين الدول إلا في الأشياء الأساسية الرئيسية، فكان فيه صعوبة. فإذا كان الشخص مجبر على أنه يشتري من المصنع نفسه معناها أن هذا المصنع راح يهتم بالإنتاج فقط، ما في منافسة، فما يضطر أنه يهتم برأي المستهلك أو أن رضا المستهلك يكون شيء أساسي بالنسبة له، لأن هو أصلا الوحيد الموجود والطلب أكثر من العرض في هذه الفترة. الناس تطلب والعرض الموجود إمكانيات قليلة، وإمكانيات صناعية كان في بداياتها، فكان الناس يعني لا زال يحتاجون تطوير للصناعة. فالتركيز على الإنتاج، كانوا يركزون أكثر شيء على الإنتاج، كيف ينتجون وش الطرق المستخدمة في الإنتاج، كيف يطور عملية الإنتاج، كيف يسرع من عمليات الإنتاج وينتج أكثر. التركيز على الجوانب الهندسية، محاولة تحقيق أهداف المنظمة والمستهلك راح تأتي منفعة لاحقا. حتى يعني عبر عنها هنري فورد رائد الأعمال المشهور وصاحب سيارات فورد الشهيرة، كان يقول بأن بإمكان المستهلكين الحصول على سياراتهم باللون الذي يرغبونه إذا كان اللون أسود. أنا أصلا ما في تفكير في أني أعطي المستهلك أكثر من لون عشان يختار، ما في إلا لون أسود. فلو رغب في لون أحمر ولا أزرق ولا أي لون ما له إلا لون أسود. والسبب مثل ما قلنا ضعف المنافسة وقلة خلنا نقول التمكن في الصناعة، لا زالت الصناعة في بدايتها. هذه مرحلة المفهوم الإنتاجي. المرحلة الثانية هي مرحلة مرتبطة بالمنتج. الآن صار في منافسة أكثر وصار في اهتمام بالمنتج نفسه. المواصفات هذا المنتج لازم نطوره، لازم نحسنه. الآن تمكننا من مثلا، وطبعا هنري فورد كان رائد في تغيير المفهوم الإنتاجي في العالم وطريقة التصنيع إلى آخره، اللي بيبحث عنها بيحصلها كيف نطور من عمليات التصنيع بشكل جذري، هذا اللي يستخدم إلى اليوم. ثم بعدها مثل ما قلنا بدأ الاهتمام بالمنتج نفسه، جودة المنتج هل هي متناسبة مع سعره ولا لا. مثل ما قلنا من أهم الأشياء اللي غيرت هذه المفاهيم هو دخول المنافسة. إذا زادت المنافسة في أي سوق من الأسواق، تأخذ هذه قاعدة أن السوق هذا راح يصل إلى السعر المناسب غالبا، وراح يصل إلى الجودة المناسبة، راح يصل للسعر المناسب، راح يصل للجودة المناسبة. في أمثلة كثير شوفوا عندنا من الأسواق، شوفوا مثلا شركات الاتصالات. شركات الاتصالات بعد ما صار في توسع في دخول الشركات، أصبح عندنا 3 شركات الآن أو أكثر، خلنا نقول 3 الرئيسية اتصالات وزين الموبايلي، صار في تنافس أكثر من ناحية تقديم الخدمة وجودة الخدمة، وفي تنافس أكثر من ناحية الأسعار. ولو زادت المنافسة وفتحت منافسة أكثر، راح تكون أيضا المنافسة أو الجودة والأسعار أفضل من وضعها الحالي. ليبارو فيرجين تعتبر شركات تابعة، يعني فيرجين تابعة للSTC وليبارو تابعة للموبايل. فمرحلة المرتبطة بالمنتج مثل ما قلنا، صار فيه اهتمام بالمنتجات، كيفية تسعيرها، مواصفاتها. أنت المستهلك في ذاك الوقت صرت الآن تقارن، هل هذا الشيء يستحقني أدفع فيه مبلغ فلاني أو لا، لأن الفترة اللي قبلها كان ما في شيء تقارن فيه، أنت مجبر على خيار واحد. الآن تغير الوضع، بدأ يتغير الوضع. ثم بعدها المفهوم البيعي، المرحلة الثالثة هي مرحلة المفهوم البيعي. في هذه المرحلة في المفهوم البيعي لا زال التركيز على مصلحة المنظمة قبل مصلحة الفرد أو المستهلك، لا زال
هذا الطابع منتشر أكثر، ولكن العرض الآن صار أكثر بسبب أن القوة الإنتاجية أو القدرة الإنتاجية صارت أكبر، المتنافسين صاروا أكثر، فصار الإنتاج كبير جدا، فصار العرض أكثر من الطلب. العرض أكثر من الطلب، إذا صار العرض أكثر من الطلب فاضطرت الشركات واضطرت اضطر المنتجين أنهم يركزون على البيع، وبدأ ينتشر مفهوم البيع، وبدأت تتألف كتب في مفهوم البيع وتعطى دورات، وصار في متخصصين مبيعات. كيف نبيع؟ مش أفضل الطرق للبيع؟ كيف نزيد من عملية المبيعات؟ انتشر طبعا مناديب البيع ورجال البيع وإلى آخره. صارت الشركات تركز على تصريف البضاعة الموجودة، انتشرت الحملات الترويجية، انتشرت الخصومات، انتشرت العروض، لأن لو تكدست مثل هذه البضاعة طبعا هي خسارة على الشركة. تكدس البضاعة فيها تكاليف تخزين، وأيضا فيها قد ينتهي يعني موسم من هذه البضاعة ثم تنتهي كتلة حسب نوع البضاعة طبعا المقدمة. التركيز على ضرورة تصريف الفائض من الإنتاج. المفهوم الرابع هو المفهوم اللي نلاحظه اليوم، هو المفهوم التسويقي. المفهوم التسويقي يفرق عن المفاهيم السابقة في مفهوم جوهري وحاجة جوهرية جدا، وهي التركيز على حاجات ورغبات المستهلك قبل ما أركز على مصلحتي كمنظمة. أنا كمنظمة أنا ما راح أربح الآن، بدأ هذا المفهوم يطلع، ما راح أربح إلا إذا كان العميل عندي راضي. والسر خلف هذا كله إيش؟ إني إذا كان العميل راضي، هذا العميل راح يشتري من عندي، راح ينصح، راح يرجع مرة ثانية، راح يقيم. الآن مواقع التقييمات صارت كثير، الحين كثير من الناس مثلاً إذا بيروح مطعم ما يروح إلا يطلع على التقييمة، إذا بيروح الفندق ما يروح الفندق إلا بيشوف التقييمات، كم تقييم هذا الفندق، ما يروح مثلاً أحيانا حتى صار في تقييمات على محلات ما تقدم حتى وجبات ولا تقدم شيء، وش تقييم الناس لها، وش تقييم الناس للبلد الفلاني اللي بسافر له، وش تقييم الناس لمثلا المنتج الفلاني. تدخل منتجات، تدخل أمازون مثلا، تدخل السوق دوت كوم، تدخل موم، تشتري لك جهاز، تشتري لك تلفزيون، تشتري لك طاولة، تشتري لك أي شيء، شوف تقييمات الناس. هل بتحمل لك برنامج مثلا أبليكيشن تشوف تقييمات الناس؟ الآن صار رضا المستهلك هو الموجه الرئيسي لعملية التسويق. يعني المستهلك كيف تكون راضي عنه؟ عشان كذا تشوف في كثير من الشركات بعد ما يقدم لك الخدمة أو عملية البيع يسألك، ممكن يتصل عليك بعدها بفترة مسؤول خدمة العملاء أو أخصائي خدمة العملاء، يتصل عليك وش يقول لك؟ هل أنت راضي عن الخدمة؟ كيف تمت خدمتك؟ وش ملاحظاتك؟ هل كنت تطمع بأن يكون الخدمة أفضل؟ وش تتوقع منه في المستقبل؟ إلى آخره. كل هذه من الأشياء اللي فعلا تبين الاهتمام بالمستهلك أكثر. هنا أضع لكم مقارنة بين المفهوم التسويقي والمفهوم البيعي. المفهوم التسويقي والمفهوم البيعي. كانت أول شيء نقطة في البداية، يبدأ المفهوم البيعي من المصنع ويبدأ المفهوم التسويقي من السوق. والمقصود في هذا الكلام أن المفهوم التسويقي يبدأ قبل ما يطرح المنتج في السوق. أنا أبحث عن رغبة هذا المنتج، وش الشيء اللي يطمح له، وش الشيء اللي يحبه، وش الشيء اللي يفضله، ثم أقدمه له. في المقابل المفهوم البيعي كان يبدأ من المصنع، هو يصنع الآن وبكميات، ثم بعد ذلك يبدأ يفكر كيف يبيع هذه المنتجات. والفرق الكبير أن المفهوم البيعي هو همه الوحيد أنه يبيع، حتى لو كان يدري أنه إذا باع لك راح يضرك ما عنده مشكلة. وتبين هذا المفهوم خاطئ جدا. فالتركيز في مفهوم بيعي هو على المنتجات الحالية، عندي منتجات أبيعها. في مرحلة مفهوم التسويقي قالك لا، أنا أركز على حاجات المستهلك، شو محتاج المستهلك، شو يبغى المستهلك. الوسائل المستخدمة أيضا في البيع والترويج في مفهوم بيعي، مثل ما قلنا صار الإنتاج متكدس وصار كبير جدا، يبغون يبيعون. كيف أبيع؟ طرق البيع، طرق الترويج، العروض إلى آخر.
في المفهوم التسويقي، التسويق المتكامل، الوسائل المستخدمة للتسويق المتكامل. ركزوا طبعا على الفورميز اللي هو عناصر المزيج التسويقي، اللي هو المنتج والتسعير والترويج والتوزيع. ركزوا على الأشياء الأخرى اللي تكلمنا عنها أيضا في المحاضرة السابقة، مثل سلوك المستهلك، ليش المستهلك يشتري، سبب شرائك لهذا المنتج، ليش اشتريت هذا المنتج ولا اشتريت المنتج الثاني. كل هذه الأشياء ركز عليها المفهوم التسويقي. ثم أخيرا النتائج. في مفهوم بيعي أرباح من خلال حجم المبيعات، وفي مفهوم التسويقي أرباح من خلال إشباع حاجات ورغبات المستهلكين. بالآن بسألكم سؤال، إذا كان مفهوم بيعي يحقق أرباح من خلال حجم المبيعات، ومفهوم التسويقي يحقق أرباح من خلال إشباع حاجات ورغبات المستهلكين، طيب لو افترضنا أني أنا اتبعت طريقة المفهوم البيعي وبعت 1000 وحدة، وأنت اتبعت المفهوم التسويقي وبعت 1000 وحدة نفس الشيء، فهل يعني نحن متساويين؟ ليش أتعب نفسك أنت تتبع المفهوم التسويقي ورضى المستهلك وحاجتهم، وأنا وياك بعنا نفس الشيء؟ وش الفرق؟ إذا كان في اللي يقول لا، وش الفرق؟ صحيح، إجابات جميلة، صحيح، كلام صحيح. إن خلال مفهوم البيعي يمكن الناس ما يرجعون، متوقع يعني إذا مجرد بعت لمجرد البيع احتمال إن المبيعات تنخفض في المستقبل، خصوصا يعني بعض الناس يعني للأسف الشديد يظن أنها شطارة إنك تضحك على الزبون أو إنك تخدع الزبون، فيبين لك إن هذا المنتج فيه المواصفات الفلانية وإنه يعني يسوي كل شيء والسعر هذا مناسب، تشتري ثم بعدين تكتشف انك خدعت. فاذا خدعك هنا هو الان ممكن انه يفرح في هذا المبلغ اللي اخذه من عمليه البيع، لكن مستقبله قطعا لن يكون مستقبل جيد. اول شيء التوفيق من يد رب العالمين، هذا واحد. رقم اثنين، انا كمستهلك اللي انخدعت بروح بقول للناس يا جماعه الخير، ممكن اكتب في تويتر، ممكن أقول لزملائي، ممكن أكلم حتى أصدقائي ولا أقاربي ولا أهلي ولا أي أحد، أقول نجمة خير أحذركم من هذا المحل، أحذركم أنكم تشترون من هذا المحل، ثم بعدها في المستقبل تنزل سمعته ولا أحد راح يجي. لكن اللي يهتم برغبات وحاجات المستهلكين بالعكس، هذا كسبني وراح يكسب أخوي وراح يكسب صديقي وراح يكسب المجتمع وراح يكسب ناس أكثر، فالمتوقع له في المستقبل أن يكون مزدهر أكثر وناجح أكثر. المرحلة الخامسة اللي مرحلة التسويق الاجتماعي، مثل ما قلت لكم قبل أو في بداية المحاضرة، في مفهوم خامس أو سادس يسمى التسويق الأخلاقي. التسويق الأخلاقي المفروض أنه ما يكون مرحلة، المفروض أنه يكون هو من أساس المفهوم التسويق، أنه يكون في أخلاق للتسويق. عموما نرجع لمرحلة المفهوم التسويق الاجتماعي. قالوا المتخصصين انك انت كشركة وجودك في المجتمع لا يعني انك فقط مجرد تقدم خدمات او تبيع سلع، انت مطالب بحماية المستهلكين سواء كانوا مستهلكين مباشرين او حتى حماية الجمهور، انت مطالب بتقديم خدمة للمجتمع. كيف تخدم هذا المجتمع؟ الصوت فيه مشكلة، ما أدري في بعض كيف تقدم خدمة لهذا المجتمع؟ كيف تقدم سلع غير ضارة بهذا المجتمع؟ وهذه من أبرز وأهم المفاهيم. فشوف بعض الشركات يقول لك مفهوم انتشر مفهوم مسؤوليه الاجتماعيه للشركات. وش المسؤوليه الاجتماعيه للشركات؟ وما تقدم الشركه للمجتمع سواء كانوا عملاء خاصين فيها او المجتمع ككل. وجهه نظر هذه تقول ان الشركه هذه مستفيده من هذا المجتمع، استفادت من الدوله، استفادت من تنظيمات الدوله وتسهيلات الدوله، استفادت من الناس، جالس الناس يشترون منها وتحقق ارباح خياليه، فطبيعي ان الشركات هذه اللي تحقق هذه الارباح انها تقدم خدمه للمجتمع. إنها مثلا يجيك بنك من البنوك يقول لك والله راح أبني ملعب مثلا، أو راح أبني مستشفى، أو راح أبني جامعة، أو راح أبني
حديقة مثلا أو مكتبة، هذا منتشر جدا في الدول الغربية، إن ممكن تمشي في أماكن معينة والله مكتبة جامعة كذا أو مكتبة بنك كذا أو مكتبة شركة كذا كخدمة للمجتمع. هذا المفهوم الاجتماعي. أيضا المفهوم الاجتماعي يقول لك إذا أنت تبغى تربح أيضا أنت مطالب أنك ما تضر. فصارت في تنظيمات بأن المصانع تكون بعيدة عن المدن، هذا طبيعي جدا لأن في ضرر على صحة الناس وضرر على مستقبلهم. فلذلك عدم الاهتمام بالتسويق الاجتماعي في شركة فولكس واجن خسرها خسائر كبيرة جدا وحملها خسائر كبيرة جدا في هذه الفترة. والسبب أن شركة فولكس واجن للسيارات في عام 2008 تقريبا أصدرت نوع من أنواع السيارات بتقنية صديقة للبيئة محافظة على البيئة، فالناس تعاطفا مع هذه الشركة وعلى حرصها على البيئة وخدمة الناس وتقديم منتج نظيف للبيئة، كثير من الناس تعاطف قرر أن يشتري هذه السيارة. واستمرت هذه الميزة في السيارات في الموديلات اللاحقة إلى أن جاء عام 2016، ثم ظهر تقرير يبين أن شركة فولكس واجن تعتبر أو سيارات فولكس واجن تعتبر أضر على البيئة من حتى السيارات العادية. فكلامهم اللي كانوا يقولون أن خلنا أصدقاء للبيئة أصبح العكس تماما، لأنهم المادة المستخدمة هذه أصبحت عدوة للبيئة وضارة جدا. فصار هذا خداع وتضليل للمستهلكين. الآن الشركة تواجه يعني حملات أو قضايا في العالم كله، ومتوقع جدا أنها تتكبد خسائر كبيرة بسبب هذه القضايا. حقوق، خلينا نقول حقوق خاصة وحقوق عامة راح تواجهها هذه الشركة. أيضا كثير من الناس طالبوا بإحراق سيارات، طالبوا ببيع السيارات، طالبوا، وصار في حملات كبيرة مقاطعة وإلى آخره. الشركة خسرت خسارة كبيرة لأنها ضرت الناس، ضرت الناس. والناس الآن حديثهم أكثر شيء عن مثلا ظهر مفهوم التسويق الأخضر، مثلا تروح المطعم يقول لك والله حنا تغليفنا ترى من مواد صديقة للبيئة، ترى مثلا الجزمة الفلانية الله يكرمك اللي بتشتريها ترى هذه صديقة للبيئة، قابلة لإعادة التدوير، والبلاستيك المستخدم عندنا قابل لإعادة التدوير إلى آخره. هذه المفاهيم بدأت تظهر أكثر، خصوصا مع انتشار مفهوم الاحتباس الحراري، يمكن سمعتوا فيه أغلبكم، الاحتباس الحراري والمشكلة اللي تواجهها الكرة الأرضية من ناحية تغير المناخ، وممكن هذا يتسبب في مشاكل كبيرة في المستقبل. واحد أسبابها طبعا عوادم السيارات والمكاهن مثلا والمصانع وإلى آخره، فأصبح اهتمام كبير جدا بهذا المفهوم. حتى ممكن انك تشتري مثلا، فترة من فترات كانت سامسونج تشتري منهم جوال، لكن تغليف الجوال كان من مواد طبيعية من الخشب، هم يقولون عشان بدأ بلاستيك اللي يضر نخلي خشب شيء طبيعي حتى لو رميته ما يضر البيئة. في هذه الشريحة اللي هو المزيج التسويقي تكلمنا عنه، تكلمنا عن أمس، تكلمنا عن الفور بيز، وقلنا أن هذا المفهوم مفهوم المزيج التسويقي الفور بيز، أنا أنصح أنك تحفظها باللغة الإنجليزية لأنها أسهل عليك تحفظها. أربع أشياء بحرف البي، اللي هو برودكت المنتج، والبرايس السعر، والبليس المكان، والبروموشن اللي هو الترويج. جدا ضروري أنك تحفظها، جدا ضروري أنك تفهم أن هذا هو زبدة التسويق، هذا أهم مفهوم في التسويق. فتكلمنا عنها أمس بشكل أوسع، وراح نتكلم عنها طبعا في المستقبل كل واحدة في فصل مستقل، في وحدة مستقلة نتكلم عنها إن شاء الله. طبعا اللي يتخصص تسويق راح يدرس كل واحدة منها في مادة مستقلة كاملة، لكن خلنا نعطي يعني خلنا نقول نظرة عامة. بالنسبة لقطاع الخدمات، هذه قالوا بعضهم قال السلع لها مزيج تسويقي من أربع
عناصر، لكن بعضهم قال بالنسبة لقطاع الخدمات هو أكثر. في عندنا الناس people تبدأ بحرف B نفس الشيء، وفي البيئة المادية physical environment، وفي العمليات تقديم الخدمة processes. قالوا إن هذه أيضا هي غير مشهورة بشهرة الفوربيز، لكنها أيضا تضاف للخدمات فقط، لقطاع الخدمات people physical environment process. المنافع اللي أديها التسويق، وفي المنافع اللي أديها التسويق قالك عندنا ثلاث أنواع من المنافع اللي أديها التسويق. أول شيء المنفعة الزمنية، خلنا أعطيك على سبيل المثال، أنت مثلا احتجت إلى حاجة من الحاجات اللي يحتاجها الإنسان كل يوم، حاجات الأساسية في وقت متأخر من الليل، ومشيت في الشارع وحصلت أغلب المحلات مقفلة، لكنك لقيت سوبر ماركت فاتح 24 ساعة. هذه منفعة زمنية جدا، منفعة زمنية جدا عليك إنه فاتح في هذا الوقت. مثلا المنفعة المكانية هو المكان اللي تواجد فيه هذا المنتج، وراح نتكلم عنها في البليس أو في المكان أو بعض المترجمة للتوزيع، نتكلم عنها بشكل أكبر. المنفعة المكانية، المنفعة المكانية المكان اللي أنت تجلس فيه الآن. المنفعة الزمنية والمكانية حتى في إدارة تغيير البعد، هذه المنفعة تبغى تقدمها لك الآن، إن الوقت مناسب بعد العصر، المكان إنك حتى في بيتكم تقدر تستمع للمحاضرة ما عندك مشكلة. المنفعة المكانية مثلا أصحاب المحلات هو موقع المحل، هل في مواد متوفرة أو لا، كل هذه من المنافع المقدمة. المكان نفسه هل هو مؤهل ولا لا، قاعة دراسية هل هي مؤهل ولا لا على سبيل المثال. المنفعة الحيازية وهو الحق في تملك الشيء واستخدامه، الحق في تملك الشيء واستخدامه، إذا شريت منك حاجة أنا حق لي استخدمها وتملكها، لكن في قطاع الخدمات ما يحق لك تتملكها، لو حصلت على خدمة من طبيب ما يحق لك أنك تتملك هذا الطبيب. أخيرا انتقادات لوجهة العلم التسويق. قبل ما نفتح الشريحة أنا ودي أسألكم وش الانتقادات اللي تواجهونها لعلم التسويق؟ ودي شو إجاباتكم؟ الكثير يتكلم عن مشكلة الإزعاج، ويعني أتفق معكم في جزء كبير منها. هذه الشريحة أمامكم. أول نقطة طبعا هي مو شرط أن هذه الخمس هي الانتقادات الوحيدة اللي وجهت لعلم التسويق، ممكن في انتقادات أخرى يعني يظهر فيها أو تطلع معي واحد، يعني الإعلان أصبح يشكل إزعاج عند بعض الناس خصوصا إذا كان إعلان مخادع وبتضليل للمستهلك. مثلا تشوف إعلان في الشارع إنترنت غير محدود، وتبي تروح تشترك معهم، وإذا اشتركت فجأة النت عندك مثلا صار بطيء ضعيف، وش السبب؟ قالك والله فيه شرط الاستخدام العادل. طيب أنت كاتب لي إنترنت غير محدود بخط كبير جدا يشوفه الواحد من بعد مسافة طويلة، لكن الاستخدام العادل هذه مكتوبة بخط صغير جدا ما حد يشوفه، هذا خداع تضليل. هذا من يعني الانتقادات اللي وجهت. أنا رأيي شخصي إنه مو بالعلم التسويق، للممارسات التسويقية الخاطئة، ممارسات تسويقية خاطئة، لأن مثل ما قلنا إشباع حاجات ورغبات المستهلكين ما تعني خداعهم تضليلهم، ما تعني خداعهم تضليلهم، إنه ممكن يشجع التسويق استهلاك واستهلاك سلع ضارة مثل الدخان مثلا. هذا شيء يعني جدا سيء، والمفترض انه ما يسوق له، لانه يسوق له بطرق اخرى، يعني ممكن ما يشوفه في اعلان عن شركه دخان مثلا في التلفزيون او في الشارع، لكنه يعلن او يجرى عليه التسويق بطريقه اخرى تشوفها مثلا في الافلام ولا غيرها. احيانا يحفزك على شراء اشياء ما لها داعي، ما انت ما تحتاجها اصلا. احيانا الغلاف الخارجي يكون مخادع ما يعكس الشيء اللي في داخله، مثلا تشتري لك مثلا خلنا نقول
لو رحت سوبر ماركت مثلا تشتري لك البطاطس هذا خلينا نقول ليز ولا غيره من الشركات، تشوف الحجم كبير جدا، لكن في الواقع اذا فتحته تشوفه يمكن ربع ربع الكمية فقط والباقي هواء. هذا يعني في نوع من التضليل حقيقة. فهذا يعني من الأشياء السلبية اللي توجه، أنا رأيي شخصي إنه ما توجه العلم التسويق نفسه، توجه الممارسات التسويقية بشكل أكبر. عموما الآن راح ناخذ كويز لمدة 5 دقائق، بعدها أرجع لأسئلتكم إن شاء الله، ونخلي 4 دقائق. يبدأ الآن. يعطيكم العافية، انتهى الوقت. هذه الأجوبة أمامكم. السؤال المرحلة في هالمرحلة يتم تقطيع الإنتاج وطرق الإنتاج، كانت مرحلة مفهوم الإنتاج أتوقع واضحة. السؤال الثاني يعد المفهوم بيع أحدث المفاهيم التسويقية المعاصرة. الخطأ خطأ واضح، المفهوم التسويقي هو الأحدث أو المفهوم الاجتماعي، لكن المفهوم البيع ليس أحدث أبدا. من المنافع التي تؤدي إدارة التسويق المنافع الزمنية والمكانية والحيازية، جميع ما ذكرت هي الإجابة الصحيحة. من الانتقادات التي توجه لعلم التسويق كثرة الإزعاج، زيادة الأرباح، يعني زيادة الأرباح حق المشروع. من الفروقات بين المفهوم التسويقي والمفهوم البيعي أن التسويقي يبدأ من السوق، المفهوم البيعي يبدأ من المصنع، المفهوم البيعي يبدأ من المصنع. أعتقد أن الأجوبة واضحة، الكوز كان واضح. في أحد عنده سؤال استفسار محاضرة اليوم؟ في أحد عنده سؤال قبل ما نختم؟ كيف يكون تحقيق الذات؟ في سؤال كيف يكون تحقيق الذات، وهذا يعني صراحة سؤال طويل، لكن ما في اشكال يعني نتكلم فيه لو كان عندنا وقت اوسع. لكن بالعموم تحقيق الذات هو ان الشخص يصل الى المرحله اللي يحلم انه يصل لها، او المكان اللي يحلم انه يصل له، هنا يحقق ذاته. الطريقه هذه يحقق ذاته انك انت المكان اللي تتمناه تصل له، بشرط انه يكون فلوس، ممكن يكون اشياء اخرى، كل شخص يختلف عن الاخر، لكن قله من الناس اللي يصل فعلا لهذا المفهوم. تعريف مرحلة مفهوم الإنتاجي موجودة في الشرائح، هذه مرحلة مفهوم الإنتاجي يعني يتكلم عنها بالعموم، تركيز على الإنتاج والإنتاجية إلى آخره. وقت المحاضرة فيه يعني بعض الطلاب يطالب بتغيير وقت المحاضرة، والله للأسف هذا وقت ثابت يعني من العمادة، وصعب صراحة إني أغيره. ولا صحيح يعني في مشكلة يعني يعني نطلع من صلاة العصر مباشرة على اللقاء، لكن عشان كذا في بداية اللقاء 5 دقائق أعطي فرصة للمتأخرين يعني عشان يلحق اللي ما عنده. والله للأسف ما أقدر أغير الموعد.
لأنه ممكن يصير في تعارض مع الأخرى صحيح. الله يعطيكم العافية. إذا في استفسارات أخرى المنتدى موجود والإيميل موجود، شاكر لكم حضوركم، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأثنين والثلاثاء في نفس المواعيد اللي التقينا في هذا الأسبوع. أتمنى من الجميع تسجيل الخروج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.